كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. على فين يا شباب؟ على القهوة. رايح أعمل، رايح أسهر ورايح أعيش حياتي. يا ابني أنت تقدر تستحمل 5 ساعات نظرة غضب من ربنا سبحانه وتعالى ليك وأنت قاعد القعدة ديت؟ على فين يا شباب؟ رايح على الساحل أنا وأصحابي، رايحين نجيب المخدرات اللي هنشربها الليلة. أنت عارف عقوبة المخدرات إيه؟ في القانون؟ لا، في جهنم والعياذ بالله. على فين يا شباب؟ عندي ميعاد مع صاحبتي اللي بحبها وبتحبني. طب انت حبيب قلبي، حبيبك ربنا اللي اغلى من اي حد، تغضبه ازاي؟ على فين يا شباب؟ على الريال تي في، رايح اتفرج على تصفيات، التصفيه بتاعت الستار اكاديمي. طب وربنا؟ ومال ربنا بالستار اكاديمي؟ على فين يا بنات؟ على الكوافير اعمل شعري تسريحه تجنن الشباب وتجيب لي احسن عريس، ما جابتش للبنات غير الهم والعنوسه والعياذ بالله. على فين يا شباب؟ انا رايح على النادي اعيش حياتي. يا ابني حياتك لسه ما بداتش، يا ليتني قدمت لحياتي. حياتك في الجنه مش في النادي. على فين يا شباب؟ انا رايح على سهره، عندي سهره الليله. تبيع الجنه عشان سهره؟ تبيع ربنا عشان سهره؟ تبيع الفردوس عشان سهره؟ على فين يا شباب؟ على رحله هقعد اسبوع انا واصحابي وصحباتي. هو الدين عسر ولا مش الدين يسر؟ مش عسر. العسر انك تودي نفسك جهنم، العسر انك تضايقها على نفسك في جهنم. على فين يا شباب؟ على الشو تايم اتفرج على المغني اللي بحبه. انت بتحرم نفسك من متع عظيمه في الاخره عشان بتاخدها بالحرام في الدنيا. على فين؟ على الشاتنج. انا رايح، انا ورايا البريف سبوت الليله، انا ورايا شاتنج الليله على الفيسبوك. طب وانت بتشيك مع مين؟ انا بشيك مع اولاد وبنات. طب يا ابني لو الناس كلها ضيعت نفسها في النار تودي نفسك معاهم ليه؟ على فين يا شباب؟ على الماتش ده الساعه 10 الصبح لسه والماتش بالليل. رايح احجز مكان. تحجز مكان ايه يا ابني والصلاه؟ هصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طب نكلم مين؟ طب نروح لمين؟ طب ننجد شباب امه محمد ازاي؟ على فين يا امهات؟ على المطبخ اجهز السحور والفطار واغسل. طب على فين يا اباء؟ على الشغل. انا يا ابني الصبح في الشغل والظهر في الشغل وبالليل في الشغل، هكفي احتياجات الحياه ازاي؟ طب نكلم مين؟ طب مين اللي ينقذ شباب امة محمد؟ طب مين اللي ينقذ الوضع اللي احنا وصلنا فيه يا جماعه؟ احنا عدنا عايشين في غيبوبه يا جماعه، غيبوبه، غيبوبه من ولسه الاطفال، اطفال بيدخلوا في الغيبوبه. الطفل جاي كل حياته السبيستون وافلام الكرتون ورنات المحمول، اتمسخ من هو طفل. الطفل يكبر ويبقى شاب في ثانويه عامه وبنت في ثانويه عامه والغيبوبه تزيد، يقعد يذاكر وفي الدروس ليل نهار ليل نهار، يرجع اخر اليوم ما هوش شايف قدامه، ابوه يقول له هقطم رقبتك لو ما قعدتش على المكتب تذاكر، لا فكر في صلاه ولا كلمه هو صلى ولا ما صلى. الله، الشاب يخرج من الثانويه العامه يدخل الجامعه، الغيبوبه تزيد اكتر واكتر واكتر. البنت يبقى كل همها البادي والبنطلون الجينز والبرفان وفتى الاحلام الروش اللي هيجي ياخدها على الحمار الفراري، والشاب كل همه العربيات واللف بيها والبلاي ستيشن والشات على النت والمصايف والكوره والنوادي والقهاوي والراب والجاز واغاني الميتال واغاني الهارد روك والتدخين والمخدرات والمعازف. كل هم الشباب في حياته كده. بعد كده التخرج يجي، يتخرجوا، الغيبوبه تزيد اكتر واكتر. تلاقي الشاب ماسك السي في بتاعته قاعد يلف على الشركات محدش بيقبله، وبعد كده يروح يقعد على القهوه مستني اي حل وهو ركعتين في بيت ربنا يحلوا كل مشاكل حياته. بعد كده يدخل طول الليل يسهر قدام النت يدور على واحده اجنبيه يتعرف عليها يمكن تسفره بره، ولا يطلع على شرم الشيخ يغسل مواعين يمكن يتعرف على واحده يتجوزها ويسافر معاها بره. شباب غيبوبه، والبنات قاعدة تلف على الاتيليهات تشوف فستان سواري عشان صاحبها اللي هيتجوز النهارده، لما جه في الجامعه صاحبها كذا سنه ولما جه يتجوز ما فكرش فيها، وكل ما يجي فرح تشوف اسوأ فستان سواري يمكن حد المره يفكر فيها كزوجه مش يفكر فيها كاي شيء تاني. غيبوبه. لما يكبر الشباب ويبقوا اباء وامهات الغيبوبه تزيد اكتر. تلاقي الاب قاعد مهموم مش عارف يعمل ايه. البنت اللي اتجوزت دي هجوز، البنت المخطوبه دي هجوزها ازاي؟ واجيب لها عفش يشرفنا قدام جوزها ازاي؟ والبنت اللي لسه ما تقدم لهاش حد دي هتتجوز ولا لا؟ والولد اللي اتخرج ده ومش لاقي له شغلانه، والولد اللي عايز يتجوز ومش عارف اجوزه، والولد اللي في ثانوي اللي مقطعني كروت محمول وما عدتش عارف اقضي طلباته، وازازه الزيت وطابور العيش، اعمل ايه؟ بس لما بيجي الماتش كل ده بينتهي، كل ده بيروح، يفضل الراجل قاعد قدام الماتش، لما يجي جون كانه بشر بالجنه، ولما العشر لعيبه اللي بيلعبوا بتوع فريقه كانهم العشر المبشرين بالجنه، وحارس المرمى ده حامي حمى الامه، يلا يا بطل الله ينصر دينك، احمي المرمى بتاعنا من طلقات الاعداء،
والمتفرجين اللي قاعدين يتفرجوا ده دول الانصار، ولو راحوا ولو راحوا الملعب يشجعوا هناك يبقوا المهاجرين. وما هوش واخد باله ان بنته وهو قاعد قدام الماتش بتقول له مع السلامه يا بابا، لا بص للبنطلون اللي لابساه ولا المكياج اللي حطاه ولا المحمول اللي رن لها قبل ما تنزل ولا رايحه فين ولا هتقعد امتى، واخوها طالع وهي نازله ما بصلهاش، وابوه ما بصش للسواد اللي تحت عينيه والسواد اللي على شفايفه. ازاي يا جماعه؟ ازاي وصلنا للمرحله دي؟ ازاي امه محمد بقت ام عايشه في الغيبوبه؟